بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. شيخنا رعاكم الله، ما قولكم في من يرمي السلفيين في ألمانيا وغيرها من البلاد بالمدخلية أو المداخلة، وأنهم فرقوا الأمة، وأنهم يدعون السلفية، وأنهم لا يعرفون إلا الطعن والجرح والقدح؟ بارك الله فيكم وشفاكم الله عز وجل. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فإن أهل السنة والجماعة إنما هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومتبعون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والمنهج والسياسة والأخلاق وفي سائر شؤون الحياة، متبعون في ذلك لا مبتدعون، وهم من هذا المنطلق. ومن تحذير رسول الله من أهل البدع وتحذير السلف منهم، هم سائرون على هذا المنهج، ومن يخالفهم وينبذهم بالجامية أو المدخلية فإنه ضال، إنما يحارب السنة والمنهج السلفي. فليتقوا الله في أنفسهم وليتركوا النبذ بالألقاب الفاجرة، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أتنقمون على هؤلاء السلفيين وتنبذونهم بهذا اللقب لأجل أنهم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي البدع التي عندهم حتى تكون مدخلية جامية؟ ما هي البدع التي عندهم؟ نحن عرفنا جماعة التبليغ، جماعة الإخوان القطبيين، عندهم بدع وضلالات في الأصول والفروع، فنحن ننصحهم ونبين لهم الحق. بارك الله فيكم. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى يرجع إلى الصواب ويسلك طريق السلف، ومن خذله الله تبارك وتعالى وما أراد الله به خيرا فإنه لا يزداد إلا طغيان وظلما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا يقولون نحن نفرح بمقتل المسلمين في سوريا، نفرح بمقتل المسلمين في العراق، ويعني يعني الجهاد كذبوا والله، عطلنا في سوريا وعطلنا في العراق وفرحنا به في اليمن. كذبوا والله، كذبوا والله، والله ما نفرح، والله إننا لضد الروافض وضد الباطنية أكثر منهم، وهم إخوان الروافض ويسيرون معهم وإخوان لأهل البدع جميعا، ونحن ضد أهل البدع جميعا، وضد الروافض ونكفر علماءهم، وضد الباطنية ونكفرهم، ونرى أنهم أكفر من اليهود والنصارى، ولكن نرى الذي انبرى لهم ما رفعوا راية الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بارك الله فيك. لا يقاتلوا لإعلاء كلمة الله. نعم في ناس مساكين مخدوعين، لكن حامل الراية ليسوا على سنة الإسلام، ولم يرفعوا راية السنة وراية التوحيد وراية لا إله إلا الله، إنما رفعوا راية الديمقراطية، وهم مستعدون لأن يضعوا أيديهم في أيدي الروافض الباطنية إذا أسقط الأسد. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيك. هم اللي ينشروا الفساد في الأرض، هم الذين ينشرون الفتن والقتال في مصر وفي السودان وفي كل مكان، في كل مكان ينشرون هذا الضلال، وهم تسببوا في تشريد الشعب السوري المسكين، ظلموه ولم يبالوا بهذا التشريد وبهذا الهلاك. ملايين لاقوا من الهلاك والدمار ما بسبب فتنة الباطنية. جزاكم الله.